بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله أعزائي الطلاب، ومرحبا بكم في فيديو جديد سنتحدث به عن جهاز الميكروميتر. وقبل أن نبدأ نذكركم بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات، وإذا تكرمتم علينا بدعس على زر لايك وكتابة في التعليقات أي ملاحظات عن هذا الفيديو ونشره لباقي زملائكم لتعم الفائدة، ولنستطيع أن نصل إلى الحد المعين من المشاهدات لكي يظهر لباقي الطلاب. ونبدأ على بركة الله. وبداية جهاز الميكروميتر. جهاز الميكروميتر هو جهاز يستخدم لقياس أبعاد الأجسام خاصة الكروية والأقطار الأسلاك الدقيقة بدقة تصل إلى منزلتين عشريتين بالمليمتر. وهنا نذكر في عدة أمور. قبل أن نبدأ، في الفيديو السابق تحدثنا عن الورانية، وهناك خلاف بين الميكروميتر والورانية. فالورانية تقيس العمق، بينما الميكروميتر في هذا النوع لا يقيس العمق، لكن هناك أنواع تقيس العمق، لكن في هذا النوع الظاهر أمامنا لا يقيس العمق ولا يقيس الأقطار الداخلية، بل يقيس الأقطار الخارجية، بينما في الورانية تقيس الأقطار الداخلية والخارجية. وهنا الميكروميتر يقيس لأقرب منزلتين عشريتين بالمليمتر، بينما كانت الورانية تقيس لأقرب رقمين عشريين بالسنتي. وهذه هي عبارة عن مختصر للفروقات بين الورانية والميكروميتر في الوظيفة والدقة. وسنتحدث الآن عن أجزاء الميكروميتر بالتفصيل. وبالنسبة للأجزاء، تتكون من فك ثابت وفك متحرك ومقياس طولي مدرج بالمليمترات ومقياس دائري مقسم إلى 50 قسم وليس إلى 100 كما هو مبين في هذه الجزئية، ولكن إلى 50 قسم. هو عبارة عن مقياس دائري مقسم إلى 50 قسم، ومقبض خشن للتدوير، ومقبض ناعم للحركة الدقيقة حتى لا يتلف الجهاز. ونرجع، عبارة عن فك ثابت، فك متحرك، تدريج طولي أو تدريج مقياس طولي مدرج بوحدات المليمترات. وهنا نذكر أن في جهاز الورانية كان الذراع المدرج يقاس بالسنتي مترات، بينما هنا في الميكروميتر يكون هذا الذراع الطولي مقسم بالمليمترات، وهناك تدريج دائري مقسم إلى 50 قسم وليس إلى 100 قسم كما هنا ظاهر، لأنه هنا خطأ في عملية الطباعة. ومقبض للتدوير الخشن، ومقبض للحركة الدقيقة ناعم حتى لا يتلف الجهاز. وهنا هذا المقبض عندما يتم الانقباض الفك الثابت مع الفك المتحرك على جسم المراد قياسه، عندما نسمع الصوت يكون حدث انطلاق، ونتوقف عن عملية استدارة أو استخدام هذا المقبض حتى لا يتلف الجهاز، وبالتالي نستطيع استخدامه. وهنا سنتحدث عن كيفية القياس بهذه الأداة.
وفي البداية سنعطي عدة أمثلة، وسنبدأ في قياس هذا المثال. هنا عبارة عن وسنعطي هذا المثال وهو أحد أمثلة الكتاب، ونرى هنا التدريج الطولي والتدريج الثابت. في الأعلى أرقام وهو تدريج بالمليمترات، ونرى أنه يوجد بين كل تدريج قيمة منصف هذه القيمة، بحيث هنا صفر، هنا نص ملي، هنا واحد ملي، هنا واحد ونص ملي، اثنان، وهكذا. فقبل أول ما نبدأ القراءة نقرأ قراءة التدريج الثابت أو التدريج الطولي، ونرى هنا أن هنا 5 6 7 8، هنا يوجد في الأسفل تدريج، فإذا ظهرت إشارة التدريج في الأسفل قبل انتهاء أو قبل أن نصل إلى بداية التدريج الدائري تصبح هذه القراءة 8.5. فالنصف هنا عبارة عن الشحطة أو التدريج السفلي، بينما في الأعلى هي عبارة عن 8 ملي، ونصف 8 ملي من التدريج العلوي، والنصف من تنصيف بين كل درجة والأخرى، ويكون بوحدة الملي. ثم ننظر إلى التدريج الدائري، ونرى أن في التدريج الدائري 10 11 12. فعندما يحدث انطباق بين التدريج الدائري والتدريج الثابت، هذه القيمة نأخذها بالملي متر، فتصبح القراءة الثانية 12 من 100 ملي متر، ونعمل عملية جمع فتكون القراءة 8.5 زائد 12 ملي متر، فتكون 8.62 ملي متر، وهنا مقرب لأقرب رقمين عشريين بالملي. فإذا أردنا أن تكون هذه بالسنتي نقرب أو نقسم على 10، فتكون 862 من 1000 بالـ10 سنتي. وسنعطي الآن مثال، وسنبدأ الآن في قراءة هذا المثال الحقيقي. نرى هنا التدريج الثابت التدريج الطولي، ونرى أنه وقف عند 5 ملي، ونرى في الأسفل تدريج المنصف بين كل وحدة والأخرى ظاهر، فيكتكون القراءة للتدريج الثابت 5.5 ملي متر. وننظر بعد ذلك إلى قراءة التدريج الدائري، ونرى أنه حدث انطباق عند 25 26 27 28 28. وهنا نعمل عملية جمع فتكون هذه القراءة 5.5 ملي متر للتدريج الدائري زائد 8.20 من 100، فتكون القراءة 5.78 من 100 ملي متر. وبذلك وسنأخذ الآن مثال آخر نوضح فيه هذه القراءة. نطلب منكم أن تقيسوه وتضعوه في التعليقات كم تكون هذه القراءة. نتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم، ونذكركم بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات ونشر هذا الفيديو ليتصل الفائدة إلى الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.